اول شيء نبدأ به نحطه البصل. ثوم على حسب، فما ناس تحط ثوم وفما ناس ما تحطش. الاكثر احنا نحطه ثوم في المقرونه. بعد ما حطينا هذا نحطه فلفل احمر، نحطه طماطم، معجون طماطم عادي، نصبوا عليها مي. دجاجنا عم نستعمله، تعمدتي تشيلي عنه الجلد ولا ممكن نستعمله مع الجلد او حسب؟ يعني اقل فات. لا الملح معليش. وحطينا بصل، شويه زيت زيتون، معها ثوم، رجعتي ضفتي عليها الهريسه وحطيتي معها الدجاج ومعجون البندوره، بعدين بنحط عليها المي. هلا هون انت لتحضري الشعيريه تخلطيها بزيت الزيتون وبعدين بتتركيها على البخار تطبخ لوحدها. هاي الدويده مع زيت الزيتون بعد ما حركناهم حنحطهم بهي الطنجره ويبلشوا ينطبخوا على البخار. بس بدك تكملي قبل الحمص والبطاطا ولا هذا بعدين؟ اخر شيء لانه ما ياخذوش وقت برشا باش يطيب. هلا هن ببلشوا على الغلي اللي عم بيصير، بتبلش الشعيريه تنطبخ. هلا هاي بتنترك على النار تقريبا لمده 10 دقائق ولا اكثر؟ لا 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 اكثر، ممكن 30 دقيقه.